طول طول براس طول دي. الصعوبات اللي عم نواجهها بالنسبة للزراعة صعوبات كثيرة، غلاء المحروقات وغلاء الأجور العامل، وبالنسبة للمحصول يعني وقت بيجي المحصول موسم الحصاد يعني وتنفيذه صعب، بتحكم التجار في بدنا ناس تراقب هالأمور هاي يعني بالنسبة للمحصول. وتاني شغلة بالنسبة للأدوية، أدوية أغلبية تعطيها فاسدة يعني، وبالنسبة ل هون بلادنا فيها أعشاب كثيرة، ويد العاملة بالنسبة للمزارع عم بتشاركوا يعني أكثر من نص. الإعاقة الأولية هي كثر غلاء المحروقات، شيء غالي ما بتتقارن مع الأسعار. يعني فرضا اللي احنا برميل المازوت بكلفنا شيء 50,000، كيلو القمح عنا ب 125 لل 110 مثل هاي السنة يعني، فالفرق كبير كثير يعني، ما عم يتوازن الصرف مع الدخل. السنة عم نعاني من مشكلة السماد، أهم كل السماد، صار له سنتين عم جاي موقع، السنة وعام الماضي عم جاي موقع أبدا، مضروب فيه منه مضروب. فالفلاح يحط ثمن السماد غالي وعم يضره في الأرض، ما عم يسبب منه شيء أبدا، وعم بصير ضرر الأرض كثير السماد. أيوة شك، ثاني شغلة الأدوية اللي عم نعاني منها عام الماضي والسنة، عم تيجي مقبولة، ما هو إنه بدخلك جيد جدا، مقبولة ممتازة يعني، مقبولة، بس عم جرب أول سنة وثاني سنة لحتى عم يمشي حالها، لحتى عم نعطيها للفلاح، وعم نعطيه كمية مثلا تقريبا دبل وربع، يعني مرة ربع العيار المكتوب لحتى عم يمشي حاله معنا الدواء. هون بس هلا نزلت هون بالطغى طلع. ايوه